بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في قناة حسن زراعة الأسطح. اليوم جينا الزيارة عند الصديق ديالنا دنيا لزراعة الأسطح ونتفقدوا هاد المزروعات ديالو. ما شاء الله نمو خضري جيد ومحصول جيد. انتما كتشوفوا مشاهدينا الكرام، طماطم حتى هو ما شاء الله نفس العملية اللي درت هنايا. هانتوما كتشاهدوا شي يكرا، هذا فليو وهذا السمان ديال سي دنيا. السلام عليكم سي دنيا. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا سي عسل، تبارك الله ما شاء الله. الطيور نكملوا الجولة ديالنا على السطح. هانتوما كتشاهدوا مشاهدينا الكرام، هذه الشيبة، شتلات ديال الشيبة، خفت سالمية، خيار ما شاء الله، ما شاء الله محصول جيد. الفول راهو غادي، ودابا نيت باقي الزراعة ديال الفول، ديال الفول، هذا الجزر ما شاء الله، خضروات طبيعية، اللفت ما شاء الله تبارك الله. الفول بدا كينور، أزهار الفول وخص الورقيات. هذا هو الشهر نيت باقي نزرعوا الورقيات الان. ها هو ندير شويه ديال داك اللفت الالماني او الكولورابي، ها هو بدا كيدير الراس ديالو خارج التربه كيف كتشاهدوه. الفول، هذا البروكولي كيخرج ان شاء الله. هذا الفلفل الحار والقزبرة، نوريكم اللفت الألماني إن شاء الله. ها هو تاهو زرعو، ها انتوما إن شاء الله. صافي الدنيا، هذا حصدو، هذا حصدو، هذا راه شوف الحصد ديالو إن شاء الله. وذوقو الفول، هذا ريحان من الأكل، الأزير ما شاء الله. هادو عصاريات، نتمنوا ليه التوفيق، مسيرة موفقة إن شاء الله في زراعة السطوح. يلا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.